من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وهذه الموعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، والموعظة كما قال السعدي رحمه الله هي الأمر مع الترغيب والنهي مع الترهيب. لو زول قال لك صلي وما رغبك ده أمرك، لكن لما يقول لك صلي وإذا صليت بتنال الأجر الفلاني والثواب الفلاني، دي موعظة. ولو زول قال لك اترك شرب الخمر، ده نهاك، لكن لو قال لك اترك شرب الخمر لأنك إذا شربتها أصابك من العذاب أو من العقاب أو كنت متوعدا بكذا وكذا وكذا، هذه موعظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة، وهذه الموعظة من بلاغتها أنها أثرت في الصحابة حتى وجلت منها قلوبهم، يعني خافت القلوب. والزول المؤمن يا جماعة لما يذكروا به الله سبحانه وتعالى بخاف: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. وذرفت منها العيون، وهذا لصدق الصحابة أنهم يبكون بسبب التأثر الذي يكون في القلب لا من مجرد العيون. ومن شدة بلاغة هذه الموعظة أن العرباض بن ساري قال الصحابة أو قلنا: كأنها موعظة مودع، لأن الزول المودع موعظته بتكون أبلغ من الزول البلازمك. كأنها موعظة مودع فأوصنا، فإنسان يستفيد إنه الداعي إلى الله تعالى يعظ الناس ويذكر الناس، والناس في غفلة إلا من رحم الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، دارين تذكير. والمصيبة مش مجرد الغفلة، هذه مصيبة، لكن المصيبة الأعظم إنه الإنسان يكون غافل ومعرض. شكري في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فدخل ثلاثة نفر في المسجد فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها، واحد قاعد بيسمع قدام، ونظر الثاني فاستحيا فجلس خلف المجلس، المجلس استحى وقال: أنا النازل ما بشبهن وفيه خير، أو استحى جالس مع أنه يرغب في هذه المجالسة، فجلس خلف المجلس يستمع. ونظر الثالث ثم أعرض، دعاين وما دار يسمع الدين، أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، ده برضو فيه خير، وأما الآخر يا الثالث
فأعرض الله عنه. أعرض وأعرض عشان يرتاح، لأنه قايل الدين بضايقه، زي حال كثير من الناس الليلة. والدين فيه الراحة، والإعراض عن الدين فيه الشقاء في الدنيا والآخرة. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واحد يشغل الأغنية تلقى متكيف الغنية وإلى آخره، ويمكن يبكي ذاته، يسمع في الغنية تلقى دموع سائلة. تبكي مالك؟ لك والله يا أخي فنان ده هبشلم حلات جوه. ابكي من الغنية، يشغل مسلسل الحلقة الأخيرة تلقاه يبكي، تقول لا بتبكي مالك؟ لك والله الزول ده ظلموا دخلوا السجن ومرقوا براءة أسي أوك، تلقى متأثر. والله الذي لا إله غيره، اسمع الدين يتضايق فده ما بيرتاح. فالناس دارة تذكير، والفيه خير ده بيستجيب، الفيه خير في نهاية المطاف بيستجيب. شكي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله. أداهن وصايا، الوصايا دي بتصلح الفرد والمجتمع والأمة. ويا ريت الليلة لو نحن بنعمل بالوصايا دي. قال أوصيكم بتقوى الله، دي أول وصية، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتتقي الله باختصار تفعل الطاعة وتجتنب المعصية، النهي. التقوى عندها تعريفات كثيرة، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليست بطول القيام ولا بكثرة الصيام، ولكن بفعل ما افترض الله وترك ما نهى الله عنه. فإن زاد على ذلك، يعني بعد الفرائض واجتناب النواهي، فإن زاد على ذلك فقام الليل أو صام النهار تطوعا فهو خير إلى خير. وابن المعتز قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الزول التقي ده بيتقي الله في بصره، ما بعاين إلا الحرام، يعاين مسلسلات الأفلام وفي الشارع اتلفت، يعاين الجماعة وإلى آخره، ومصايب وبلاوي لما عملوا فيها أغاني وحاجات كثيرة جدا بسبب النظرات. فإنت تتقي الله في البصر وتتقي الله في السمع، لأنه الله بيسألك يوم القيامة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اتقي الله في يدك ما تستخدمها في معصية الله، اتقي الله في رجلك، لا في يدك وفي رجلك لا تمشي بها إلى معصية الله سبحانه وتعالى. زول يكون تقي. وأعظم التقوى توحيد الله تعالى. لأنه يا جماعة التقوى من شنو؟ الزول بيتقي عذاب الله وبيتقي النار. وأعظم شيء تدفع به النار العقيدة الصحيحة والتوحيد. عشان كذا في صحيح مسلم وفي غيره عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ البيوجب دخول الجنة شنو؟ برحمة الله. والبيوجب دخول النار شنو؟ بعدل الله وحكمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. زولكم واحد وما نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ده عهدي مع الله تعالى، يعني يا الله لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. امرك برا يا عتر ما ينادي لزول، ماذا أن نجيب اسمي زول، لكن ما ينادي لزول، ما يقول يا فلان ويا علان إلى آخره. وزول يا جماعة من غير شتم ولا نبز ولا من غير أي شيء، زول مات غسلوه ما قادر يحرك أصبعه، وكفنوه 3 قطع وشالوا 4 رجال ودوا المقابر، حفروا المطمورة وحفروا الدلحد، وجوا أهل ونزلوا تحت دخلوا في القبر وجابوا الطوب رصوه وجابوا الطين ليسوه. في ناس برا طبعا ده البتاع تنظير، يقول لك الدينة في محل فاضية هنا يليسوك ما بخلوا لك نفس، كان حي تاني وبتقوم ليسوه كويس، بعد ليسوه يجيبوا له التراب ردموه، بعد ده ابنه فوق له، وده ما بجوز في الشريعة. ده قول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص، يعني زي الأسمنت ذا الجصر، ويقعد عليه، ده كله منهي عنه. هون ابنه له أوضة عزابة ما لاقين يتزوجوا، شغالين يبكوا بالليل ويغنوا، لقيته باللفة والألم اللي عليه خفة، وما مرة شنو ما بعرف ومصايب، ويا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب، داري غرقهم معاه وبلاوي، ديل ما لاقين يتزوجوا، وده بيجا ابنه له أوضة، وفي الأوضة يسوي له باب، وفي الباب ترباس وطبلة، يعني زول لو حي مطبول جوا، ما شفتوا الشغل مطبول. بعد ده أدفروه، امشوا آخر الدنيا العربية دارت تنقلب، يا فلان الحقنا، الحقك كيف وانت دفنت منه؟ عشان كده رب العزة والجلال قال في القرآن أموات غير أحياء، لو قال أموات كفاية، موت ده ما معروف، قال لك أموات غير أحياء، غير أحياء ذات أموات، لكن فيها زيادة فائدة، 3 وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، لو في حي ما بموت غير الله يتوكل عليه، لكن رب العزة والجلال وراك انه غير الله بموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى له دعوة الحق، دار تبقى ذو الحق، أسأل الله وأدعو إلى الله تعالى، وقوم بالليل اتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، دار جنى يا الله اديني جنى بديك، دار رزق يا رزاق ارزقني، ما تعلق حاجة تقول ده حقة رزق. وذول اللي بيبيع ذاته للظهر تلقى ما فاطر، للظهر تلقى بيع في الشغلة دي ما فطر ذاته، تقول له فطرت؟ يقول لك ما ترزقنا لسه. طيب شغلك ده بيشتغل 200 للظهر انت ما فطرت. الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وزول التقي في نهاية المطاف لا بيلجأ إلى غير الله، ولا لو راحت منه شي بيمش لغير الله، ولا شوف ليه الرايحة وين وجيب لي. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. شفت إلا الرسل ديل بالوحي، لكن الرسل ذاته براهم كذي ما بيعلموا الغيب. ما شفت إبراهيم عليه السلام جاب عجل لملائكة، عجل جابوا ملائكة لا بيأكلوا لا بيشربوا، شكيل من قدموا لهم وأبو يأكلوا أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن رسل ما تخاف. ما كان يعرف إنه ديل ملائكة. موسى عليه السلام 3 مسائل الخضر قبل ذاته مش معه، قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في زول بيعلم الغيب بيقولوا له كلام زي ده،
سليمان عليه السلام رب العزة والجلال قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد هدهد جرايا فقال الهدهد طيرة وخاطب سليمان عليه السلام قالت كلام عجيب فقال أحطت بما لم تحط به يا انت ذاتك ما بتعلم الغيب مش نبي ما بتعلم الغيب لأنه أنا عندي خبر انت ما عندك طيرة عارف الموضوع ده طيرة يجوزول ياخ شاكي قول فلان ونادي شكي قال لك له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء زول لو قدامه بير وعمل يده زي الكورة خم الموية بيشرب ولا مطر لقى يده زي الكورة بيشرب لكن هو بسطة عديل مصدرة دي بتمسك موية ما بتمسك إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والهدهد زعلان والمزعل حاجتين حاجة الأولى قال له إني وجدت امرأة تملكهم ناس الرجال القائد بتاع امرأة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الحاجة الثانية المزعلة الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله بيسجدوا للشمس هدهد بغير لله تعالى يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله البشر ديل ما يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون إلى آخر الآيات فجماعة التوحيد ده أهم شيء دار تتقي عذاب الله لو لقيت الله ملان ذنوب وانت موحد لا بتدعو غير الله لا بتلجأ إلى غير الله لا بتمشي لزول تقول له شوف ليه الرائحة لا بتعلق حجاب لا بتعلق كمون يا أخي أطفالنا يعلقوا فيهم كمون والطفل تلقاه ماشي في الشارع ويلعب في الرملة ورياضته سائلة وماكل له خضرة في صدره وقول لك ده خايفين الدعين وده بالدعين ولا بدي عين ولدك ده والله الذي لا إله غيره يعلق له حاجة ويقول لك ده بتحفظه قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بعد ذاك الوصية الثانية قبل الأخيرة قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وفي لفظ حبشي وفي لفظ رأسه كأنه ذبيبة ذبيبة قال لك انت تسمع وتطيع للأمير ونحن الكلام ده نقول والله ديانة لله تعالى إن الطاعة لولاة الأمور ما عشان في المحل ده وانتوا جزاكم الله خير ضباط فتحتوا لنا المجال وإلى آخره ومن أهل الحكم لكن احنا تسجيلاتنا موجودة نقوله في كل مكان هذا ديننا دين لله تعالى به وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع لأن الليل الناس جايطة لك البنزين صف والعيش بقت واحده ونحن اتضايقنا اتضايقت دار تعمل شنو ترى ونحن نصحناك قلنا لك ما تخرج تخرج الجماعة ذي عندهم دفار عندهم الناس أنا ما بعرفهم تابعين لهم عيون حمر بيجيهوك وبدقوك وبتقعد تبكي وتكورك وده في الدنيا زاي وفي الآخرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم قال من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية فميتة جاهلية قال ابن عثيمين أي ميتة على ميتة أهل الجهل وهي على سوء الخاتمة تمي شاخي وعليك الله الغلى سبب شنو قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ابن تيمية ده زمان
ده اتوفى سنة 728 هجرية، يعني قبل، وعشان ما يقولوا تابع عليه شغلة معينة ولا سياسة، شغل هذا زمان. قال الذنوب المصائب سببها الذنوب، واستدل بهذه الآية. والليل الناس سبب المصائب الذنوب، بدل يتوبوا إلى الله تعالى عشان الله يفتح عليهم ويشكروا الله عشان يزيدهم العيشة، بقت بجنيه، قول الحمد لله الله بقي اثنين، الله بقي اثنين. لكن انت، لأن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن انت الله يبتليك بسوى الذنوب وانت مصر. زول تلقى في صف البنزين الناس واقفة، عربات ومشغل عربيته ومشغل فيها غنى، والله يعني مصر في التعب ذاته، مصر يعصي الله سبحانه وتعالى. الناس واقفة صف، والسخانة شغاله ما مشكلة، والمشكلة وقفتك دي ذاته مشكلة، زي حكا دي انت دي ما مشكلة، وذاك في صف العيش واقف في الصف ويدردم في الشغل. عماري الممتاز، العيشة بكم؟ بجنيه. وكيسك ده بكم؟ بأربعة جنيه. يا أخي ما تخلي الكيس، ما تخلي شوية عشان الأمور دي تمشي لقدام، وموضوع طويل. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ختم الحديث قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الناس الاختلاف ما عايشوا، اختلاف مسجد واحد تلقى ثلاثة تابعين ليديل، واثنين تابعين ليديل، وديلك بغادي وديل بجاي، موضوع طويل، وأي واحد لابد للثاني وبصلوا في صف واحد، ومشاكل طويلة جدا يعاينوا لك زعلانين واحدين يعني. فلذلك قال لك في اختلاف، في الاختلاف ده نسوي شنو؟ نبقى معايات طائفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل شنو؟ قال لك الطوائف دي كلها خليها، لا تبقى مع عديل ولا مع عديك ولا مع عديل، لا بس ابقى حر مسلم مستقيم. اياك تنضم لطائفة ولا جماعة، قال لك حر مستقيم. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نعمل شنو؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وسنتي مش معناه تبقى مع جماعة ناس كذي، لا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. براك حر، لأنه تمشي لله براك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردة. زول بيخش قبره براو، قال في ناس ونحن ولا بد، ثم إنه موضوع طويل. فلذلك قال لك تبع السنة. قال وسنة الخلفاء الراشدين، الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لأنه لو قال عليكم بسنتي كفاية، لكن قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أي وهل سنة الخلفاء الراشدين تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا تخالفها، لكن لتفهم الدين بفهم الصحابة. وأنا أديكم مثال عشان طولنا ده نختم. زول يا جماعة، مثال بسيط عشان تفهم إنه الكتاب والسنة بفهم الصحابة. رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو مار في طريقه إلى المسجد، فمر بحائط، أي بستان، مر ببستان. الكلام تلقى في تفسير سورة هود عند قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل آخره. الرجل ده في البستان وجد امرأة جميلة كان يعرفها في الجاهلية، أو وجدها فقبلها وفعل معها ما يفعل الرجل بامرأته، غير أنه لم يواقعها، ما زنى، لكن ما دون ذلك. ثم ذهب في طريقه وماشى على المسجد، بعد طبعا بيمشي يتوضى، المهم ماشي في الطريق والتفت فاصطدم بالجدار فنزل منه الدم، فدخل المسجد قبل صلاة العصر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة
ففعلت معها ما يفعل الرجل بامرأته غير أني لم أواقعها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصلى بالصحابة، فلما انتهت الصلاة قال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال إن الله أنزل علي وأقم الصلاة أو أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل يا رسول الله هذه لي خاصة أم للناس عامة؟ للمؤمنين. قال بل للناس عامة، بل هي عامة. سؤال: لو جاء أكبر مفسر الليلة وأكبر بروف وفسر الآية دي وجابوا الصحابي ده فسر الآية دي، هل بيفسر التفسير الكامل الصحيح منه يا جماعة؟ وجاء الصحابي لأنه ده نزلت فيه، نزلت فيه هو ذاته. وهكذا فالصحابة ديل القرآن بينزل في بعضهم خير، وبعضهم اللي بيقف عليه وبيمشي بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسأل كبار علماء الصحابة كابن مسعود وكعمر بن الخطاب وكزيد بن ثابت إلى آخره. فديل أفهم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. لو ركشة خسرت ما بنقول نشوف أقوال الصحابة فيهم، لأنه ما في زمنه صلحها براك، لو عربية لو طيارة ده ما شغل انت بتعرف له. لكن الدين لما نقول قال الله قال رسول الله فهم الصحابة، وكذي بتنجو يعني من الضلال والزيغ. وختم الحديث في نهاية في آخره فقال وإياكم ومحدثات الأمور، أي حاجة جديدة جابها في الدين أبعد منها، خليك على الأمر العتيق، صلي صلاتك في جماعة، سبح، استغفر، أي شيء ما فيه دليل من الكتاب ولا من السنة انت خليك نجيض. زول جاب لك حاجة في الدين قل له الدليل شنو؟ قال لك والله دي بس غايته أنا رأيت. قل له لا لا أرى براك، انت أرى براك. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. هذه دي كباية، لو في كباية مالوها عصير جابوا حجر رموه بيثبت ولا بدفق العصير؟ بدفقوا. الدين ده قال لك اكتمل، تاني ما في زيادة، بس تشيل تطبق وتعمل. وبهذا تكون النجاة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرور متقابلين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.